السلام عليكم. يقول الله: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فكل إبل في العالم لها سبحان الله تركيبة وشكل. نريكم هذا الشكل الغريب من نوع الإبل. شايفين يا إخوان سبحان الله المسافة بين أقدامه، شايفين المسافة يا إخوان عجيبة جدا، وله سنامين مثل هذا. شايفين سبحان الله، انظر إلى شكله. طبعا يستطيع أكل الشوك بفمه. له قدرة على الصبر والتحمل، يتغذى عن طريق السنام إذا عطش في الصحراء. فسبح الله وانظر إليه، واعلم أن هناك خالقا سبحانه خلقه. لذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتدبر. لذا قال: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. على قدرة الله سبحانه وتعالى، فعظم الله في هذا المشهد.